لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. الحق سبحانه وتعالى تكلم عن التحريم في آيات كثيرة. الآية التي قال فيها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب، هنا في حصر قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون أربعة بس: ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به، يبقى أربعة، ودي كحرمت عليكم، فكيف يتفق النص ده مع النص الآخر؟ قال لك أنت لا تفرق بين إيجاز وإطناب، لا تفرق بين إجمال وتفصيل، الذي ترك في هذه الآية داخل في الميتة، لأن المنخنقة والمتردية والنطيحة واللي ذبع على النصب أهو إلا به لغير الله ده موجود، يبقى إذن كلمة الميتة هنا داخل فيها الإيه؟ طيب وهل لا توجد محرمات إلا في الآية الأولى ولا اللي في الآية الثانية؟ قل له ومن قال إن القرآن بس التشريع منه، التشريع أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتفويض من الله في قوله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا تقل إن المحرمات بس محصورة في دي، في محرمات كثيرة بدليل أن الله مرة يجملها ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما يبقى فيه خبيث يبقى محرم. وأيضا فالقرآن مش كله بس جاي بس عشان التشريع منه، لا، التشريع فيه تفويض من الله لرسوله أن يشرع. وجاب دي ليه؟ لأن الخلاف في العمليات اللي كانوا بيعملوها في التحريم والتحليل. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، وإحنا قلنا في الدم المسفوح هو السائل اللي ينهال ساعة الذبح. طب هو في دم غير مسفوح؟ أم قال لك دم بلغ من قوة تماسكه أن كون عضوا في الجسم. الكبد ما هو دم بس بلغ من تماسكه أنه كون والطحال دم، ولذلك يقول الرسول أحل لكم ميتتان ودمان، السمك السمك والجراد والكبد والطحال. على المنطق بتاع التحريم كان الميتة من السمك لا نأكله، ما كانش كده بيلعب قدامنا كده ما نأكلوش، إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال أحل لكم ميتتان ودمان، السمك والجراد، الاثنين في الميتة دول، يبقى الميتة من السمك نأكله والميتة من الجراد نأكله. العلة ليه اشمعنى دول يعني؟ أم قال لك لأن الكلام فيما له نفس سائلة، له نفس سائلة يعني دم بيجري في الله، والدم كما قلنا بيحمل الأشياء الضارة وتتنقى في الكلى وفي الرئة وده مش عارف ايه، انما السمك والجراد لا نفس، ما لهمش نفس سائلة، تمسك السمك كده من ظهرها وتذبحها ما ينزلش منها ما ينزلش منها دم، وكذلك الجراد ومدام ملوش نفس سائلة، يبقى اذا الميتة تحل منه ولا ما تحلش؟ طيب والكبد والطحال، اما قال لك لان ده مش دم مسفوح، ده دم وصل من صلاحية التكوين انه بيكون عضو في الجسم، ولا يتكون عضو في الجسم يؤدي مهمة يكون من دم فاسد، لازم يكون من دم من دم نقي. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس، ده الكلام ده للثلاثة، او فسقا
أهل لغير الله به. الحق الذي شرع يقدر الظروف المواتية للمكلفين، والظروف المواتية للمكلفين قد تمر بهم ظروف لا يجدون فيها هذه إلا الميتة، ماذا يصنعون؟ يبقى لازم إيه؟ يأكلها. يبقى بيأكلها ليه؟ أم قال لك دي أكل ضرورة، ولذلك يأكل منها على قدر دفع الإيه؟ ما يملاش بقى بطنه ويقعد بقى إيه؟ يشبع، بل يأخذ منها على إيه؟ قدر الإيه؟ غير باغ ولا عاد. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. والاضطرار أنواعه، أن لا تجد ما يؤكل من الحلال، أو أن يكون ما يؤكل من الحلال موجود إلا أن هناك من يكرهك على أن تأكل هذا. يبقى الإكراه زي الإيه؟ دخل في الاضطرار. ليه؟ أم قال لك لأن الاضطرار أنت بتمنع عن نفسك إيه؟ الهلاك. يبقى أنت خدته علشان إيه؟ تقتات عشان تمنع نفسك إنك أنت تموت من الجوع. طب فإذا كان الله قد أباح لي أن أكل من الميتة في حال مظنة أن أموت من الجوع، يمكن ما أموتش يا سيدي، يمكن أقعد يومين، يمكن أقعد ثلاثة، فما بالك من الإكراه بالموت العاجل؟ يبقى أولى. نعم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وذكر فمن اضطر في مخمصة، يعني ما يدخلش فيها الايه؟ الاكراه، انما دي جابت اللقطه دي ايه؟ فمن اضطر بس. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم، لانه هو الذي رخص وهو الذي شرع الرخصه، وما دام شرع الرخصه يبقى معنى ذلك ايه؟ انها دخلت في التكليف، وما دام دخلت في التكليف يبقى فيه غفران وفيه رحمه. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الآية فيها التحريم والتحليل، يبقى معناها وقال لا أجد فيما أوحي إلي محرما، قال لك لا، هذا تحريم للخبث وللخبائث، وفي تحريم ثاني للتهذيب. ربما يقول لك الواحد ده فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت له، أم قال لك لا، فيه فرق بين التحريم ليه؟ لعلة أنه ما يصلحش للأكل يبقى في ذاته، لكن في تحريم آخر، تحريم الأدب. أنت مثلا يبقى عندك حالتين اثنين في أولادك، مثلا تيجي تقول له الله الدكتور نبه أن الولد ده ما يأكلش لحمة، خلاص كده؟ طب ويوم مرة ثانية عمل ذنب تقول لها ده ما يأكلش منابه النهاردة، الله، دي سكة ودي إيه؟ وده سكة، ده موضوع وده إيه؟ وموضوع. يبقى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي في تعليم الإيه؟ الشيء لذاته، وإنما الشيء لما طرأ على غيره على المنتفع، ده موضوع آخر. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الظفر، انظر إلى أقدام بعض الحيوانات أو الطيور، تقوم تجد فيه حيوانات تشقق أصبعها باين، يعني الأصابع مفصولة زينا كده، وفي حاجة تانية الأصابع بتاعتها مش مفصولة، حتة واحدة كده، زي الإبل، زي النعام، زي البط، زي الإيه؟ زي الوز، كل دي اسمها إيه؟ زي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. يبقى كل ذي ظفر حرم على مين؟ على اليهود. هل حرم لطبع المأكول ولا لأنه أدب لهم؟ هو في نفسه، ولذلك إيه؟ فبظلم من الذين هادوا، الآية حتقع هناك، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، لأنه ما دام ظلم في أنه أخذ غير حقه، نقوم نقول له لا، نحرمك من حقك، زي الواد اللي سرق من أخوه حاجة مثلا، يبقى أخذ غير إيه؟ نقوم نمنعه المصروف. المصروف في ذاته مش حرام، إنما إحنا عاملينه كإيه؟ كأدب، لأنه أخذ غير إيه؟ غير حقه، نقوم نحرمه من إيه؟ من حقه.
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. الله، كل دي عملوها، ما دام عملوا العمايل دي وخدوا ما ليس حقهم نبقى نحرمهم من ايه؟ من اللي من الحق بتاعهم. وعلى الذين هادوا، واحنا قلنا هادوا من قولهم انا هدنا اليك، كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم، يبقى كل ذي ظفر محرم كله. طب والبقر والغنم، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، الديه، انت لما تفتح الذبيحة مثلا تقوم تلاقي على الكلة ده، تلاقي مثلا اللي بيسموه المنديل ده، المنديل الديه، تلاقي مثلا اللي كل دي موجود. يقول لك ان هو بقى، طب في حتة تانية في الراس، تقطع الراس اللي فيها ده، ام قال لك احنا في البقر والغنم حرمنا عليه ايه؟ شحومه، الا انه استثنى منها اشياء. يبقى اذا اللي ظفر ده محرم كله، والبقر والغنم محرم عليهم الايه؟ الشحوم اللي هي اللحم الابيض ده، الا ما حملت ايه؟ ظهورهما اللي بيبقى عند السنام دي، او الحوايا، او الحوايا. الحوايا جمع حوية، زي ما تجمع قضايا جمع قضية. ايه الحوايا دي؟ احنا في الاستعمال بتاعنا في الريف كده يقول لك ايه؟ عملت حواية. حواية يعني ايه؟ يعني عملية كده مستديرة في الرأس. اهو الحوايا الامعاء الغليظة، لان الامعاء طولها كذا متر. طب لما يكون طولها كذا متر تبقى عايزة البطن تمتد قد ايه؟ يقوم ربنا من حكم التكوين يعملها ايه؟ يلفها كده على بعضها، اسمها الايه؟ الحوايا، اسمها الايه؟ اللي احنا بنسميها الايه؟ المنبار. بنسميها المنبار. إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. اللي اختلط بعظم زي اللي بتلاقي حتة دهن في صدغ مش عارف ايه، زي حتة دهن بالله، دي مباحة لهم يعني. برضو رب رحيم قال يعني طب يعني قال لا بلاش دي وبلاش دي وبلاش، برضو فيها ايه؟ برضو عقوبة فيها الرحمة ايضا. نعم. أو ما اختلط بعظم، اللي هو لحم مثلا زي دهن الإلية، لأن الإلية جاي على عجب الذنب على ذلك جزيناهم ببغيهم، يعني ما مش تعدي عليهم أو تعنت في معاملتهم لأنهم إيه؟ بغوا. فإذا كان الباغ يأخذ حظه من الجزاء، يوم قبل أن يفكر في البغ يشوف الباغي هيحقق له إيه من النفع ويمنع ايه عنه من النفع، يقوم لما يقارن الاثنين يقوم يلاقي. وانت ليه يا اخوي صدوا عن سبيل الله واخذوا الربا عشان ينموا اموالهم وعشان يبقى عندهم واكلوا اموال الناس بالباطل؟ يقوم نقول له طيب الحلال بقى عن ايه؟ هنحرمه عليه. ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. وإيش إن لصادقون دي؟ لأن علة التحريم لشيء حدث منه، وحدث منهم أخبر الله فيه بقوله فبظلم من الذين هادوا، يبقى أنا صادق في أنهم ظلموا، في أنهم صدوا عن سبيل الله كثيرا وأخذوا الربا وأكلوا أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. يبقى يعني صدق الحيثية في التحريم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. يا سلام. طب ايه يعني فإن كذبوك؟ قل لهم ربكم ذو رحمة واسعة، لان كان مقتضى انهم يكذبوك فيما اخبرت به عن الله، ان التكذيب نفسه مدام بظلم منهم يحصل لهم كذا كان لازم يجي لهم العذاب على طول. اما قال بس ربنا ما عجلش بالعذاب، ليه؟ لأن الله إيه؟ نعم. فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ولكن إياكم أن تطمعوا في الرحمة إنها رحمة تأجيل بس، إنما العذاب بتاعه مش حقيقي.
مش هيفوتكم، برضو هيجيلكم الايه؟ هيجيلكم العذاب. فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. ما قالش ربي كمان، شوف تحنين قلوبهم، ربكم ذو رحمة واسعة، علشان يفهموا يعني يقول لهم اخذوا على عرضكم، لانه رب خلق وتولى التربية واعطى 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 واعطى. لانه حين يقول ربي ما يبقاش يمكن يا سيدي ربك انت، انا مش رباني، لا ده هو ربكم برضه، لانه هو اللي خلق وهو الذي خلق من عدم وامد من عدم. نعم. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. كلما تقرأ آية فيها سيقول الذين أشركوا فاعلم، سيقول فاعلم أنها تنطوي على سر إعجازي للقرآن. وسر إعجازي للقرآن الخصم هو الذي يعطي هذا السر، علشان تعرف كيف يؤدي عدو الله الدليل على صدق الله، مما يدل على انه غفلته. زي ما قلنا هناك في قوله سيقول السفهاء، طب سيقول معناه انهم لم يقولوا الآن، يبقى يخبر القرآن انهم سيقولون. وما دام القرآن قال القرآن دي وخبى الآية دي، ولا قالها قرآن يتلى ويصلى به، يقرأ ويصلى به، ولسيقول السفهاء من الناس. بالله لو أن عندهم عقل وعندهم شيء من الفكر، أما كانوا يسترون القول حتى يظهروا المتكلم بالقرآن بمظهر انه ما بيقولش كلام صح؟ وكانوا حتى يقولوا هو بيقول سيقول السفهاء، واحنا لا قلنا ولا اتكلمنا، ما اتكلمنا، انما برضو يقولوا برضو، مع ان الآية موجودة. ليه؟ لان الذي اخبر هو الله، وما دام اخبر هو الله لا يمكن ان يجيء احتياط من خلق الله ليستدرك على صدق الله، مش ممكن ابدا. سيقول السفهاء يبقى هيقولوا. طب ده هم سمعوا الكلمة دي بقى، ما كانش يسكتوا مسحوبين من لسانهم؟ ايوه، علشان يأيدوا القرآن. دي زي دي تمام. سيقول الذين اشركوا لو ولا يزالون يقولونها الى الان. كل مسرف على نفسه في عدم اتباع منهج الله يقول لك هو ربنا اللي بيهدي وربنا اللي بيضل، ما هو اللي خلق مش عارف ليه، ما هو اللي، ويقولها كده بنفخة، بيقولها بايه؟ بنفخ. سيقول الذين ايه أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. تلك الحجة باقية ليوم القيامة. كل ما واحد يجي يتكلمه في أي حاجة يقول لك ربنا هو اللي بيقول، ربنا هو اللي بيقول الله على الأول. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله إيه ما أشركنا ولا حرمنا من شيء. ما هو الكلام في تحريم ما أحل الله، فجابوا الاثنين، قضية في العقيدة وقضية في التكليف. قضية العقيدة لو شاء الله ما إيه أشرك، إذا فنحن أشركنا بمشيئة الله وحرمنا ما حرمنا بمشيئة الله، فمثل مناشنتم، لأننا منفذون للمشيئة. منفذين ليه؟ والله لو كنت منفذين للمشيئة عليها على فوزة كنت تبقوا ورعين. لو كنت منفذين للمشيئة كنت إيه؟ تبقوا ورعين. أو لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا إيه؟ ولا أبأ ولا حرمنا من شيء. يبقى إذن دي كلمة يقولها الذين أسرفوا على أنفسهم ليوجدوا لأنفسهم مبررة. وإحنا كنا قلنا أن القضية ليست وقفة عقلية، لأنها لو وقفة عقلية كانت تيجي في الملحظين الخير والشر، يقولك ربنا كتب والعياذ بالله علي الشر، يبقى بيعذبني ليه؟ أدي واحدة قضية. طب وكتب علي الخلية الخير يبقى بيسيبني ليه؟ مش كده المنطق؟ ما دام قلت دي لازم تقول ايه دي؟ وهل قالوا هذه ولا سكتوا عنها؟ لا، سكتوا على ما يعطي لهم خيرا، انما اللي هيجيب لهم شر وعذاب نقشوا فيه. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الكلمة فيها صدق من ناحية، لو شاء الله ما أشركنا. صحيح، هو لو شاء أن يجعل الناس كلهم مهديين كان يعمله،
إنما هل شاء هذا ولا شاء أن يوجد لنا اختيارا؟ شاء أن يوجد لنا اختيارا. يبقى لما أوجد لنا الاختيار يبقى هذا أمر خرج عن مشيئته الكونية ولا ما خرجش عن مشيئته الكونية، وإنما خرج عن مراده الشرعي. في فرق من الكونية اللي في الكون والشرعية. يبقى كفر الكافر، كفر الكافر غصب عن الله وقهرا عنه، ولا بما أعطاه الله من اختيار صالح للاختيار بين البديلات؟ فمن شاء فليؤمن، ما دام قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يبقى دي حاجة غصب عنه، ولا بما وهب؟ بما وهب من الاختيار. الإيد كما قلنا صالحة أن نضرب بها إنسان ألف، وصالحة أن تأخذ بيد عاسر في الطريق. دي تتوجه ودي اللسان في ذاته صلح مع الكافر أن يقول الله مثلا ثالث ثلاثة أو لا إله، وصلح مع المؤمن أن يقول لا إله إلا الله. لا في هذه عصي ولا في هذه عصي. يبقى حين خلقهم الله مختارين يبقى شاء كونا كل ما يكون منه، إنما لكن أراده شرعا ما أرادوش شرعا. وإحنا ضربنا مثلا بالولد اللي خد الفلوس القوة الشرائية ونزل السوق، قلنا إن اشتريت مصحف أو كتاب كويس أو حاجة حلوة تاكلها أحبك وأعطيك مكافأة كذا 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 كذا، وإن اشتريت كوتشينة ولا مش عارف إيه ولا بتاع هزعل منك وهعاقبك وبتاع. ساعة ما نزل يشتري وديته الحرية، هل أي حاجة يجيبها عملها غصب عنك؟ دي إعطائك للحرية، إنما أنت عاقبته على إيه؟ على توجيه الطاقة الصالحة للخير وللشر إلى الشر. إنما الطاقة صالحة للاثنين ولا لا؟ الطاقة صالحة للاثنين. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ العلم علشان تبقى حجة في بلاغ عن الله، او عندكم دليل؟ لا علم ولا ايه ولا دليل. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. احنا تقدمت كلمة تخرصون دي زمان، وقلنا ان تقول الكلام غير واضح الدلالة على المراد بالضبط، قد كلمة بتخمن اسمه تخمين، يعني كلام ايه ما فيش فيه دليل ايه على قل فلله الحجة البالغة. صحيح لو شاء لهداكم اجمعين، لو شاء لهداكم. طيب طب ما هم قالوا كده برضو، مش هو لو شاء الله ايه ما اشركنا ولا اباؤنا، وبعدين لله الحجة البالغة قالوا ايه لو شاء؟ يقول لك ايه، ولو شاء قصرهم على الهداية ما استطاع واحد منهم ان يخرج عن هذه، ولكنه لم يشأ ذلك، بل اراد ان يكون الاقبال على الايمان به واتباع التكاليف امر داخل في اختياره. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وهل هذا بدء؟ ألم يخلق خلقا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ ألم يخلق الكون كله والكون مؤتمرا بأمره يأتي طوعا أو كرها؟ قالوا لا لا ما أتينا طائعين. قل فلله الحجة البالغة، والحجة معناها الدليل على تأييد قولك في الجدل، هذه معنى ايه حجة. احنا حتى نسمي عقودنا ايه حجة، دي الحجة على ملكيته العهد الاخضر اهو، حجة على مسجل دي الحجة. قل والحجة البالغة، بالغة يعني حجة بالغة، يعني لا ينفذ منها شيء ابدا يعطل المراد منها.
الذين يشهدون ان الله حرم هذا. ما دام انتوا لا عندكم علم قولوا لنا بقى، يمكن انتوا عندكم شهود على الله. هلم شهداءكم. الخطاب لمن؟ الخطاب لجماعه، لكن الصيغه ما قالش هلموا، هلم ايه؟ شهداء، اي هلم ديا مما يستوي فيها المفرد والمفرد والمثنى مذكر ولا مؤنث والجمع مذكر. تقول هلم يا زيد الي، هلم يا هند الي، هلم الي، هلم الي، ان كنت بتخاطب جماعه ذكور، هلم ان كنت بتخاطب جماعه اناث. وهذه لغه الحجازيين، لغه بني تميم يوردون عليها الايه، يقال هلم يا رجل وهلمي يا امراه وهلم وهلم وهلممنا، يعني يجعلها. القران ورد على لغه مين؟ قريش الحجازيين. قل هلم شهداءكم، يعني هاتوا احضروا، هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا. انتم ما عندكوش علم ولا عندكم شهود على المدعى، وان كان عندكم شهود هاتوا هؤلاء الشهود لهم. طب افرض انهم جابوا شهود زور، فربنا بيحرصوا قال لك وان جابوا شهداء اوعى تصدقهم برضه، يبقوا كذابين كلهم. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، فان شهدوا فلا تشهد معه. الله. طب ما قال لك طب ما دام بقول ما تشهدش معه يبقى بقول هاتوا شهداءكم ليه؟ ده يريد ان يفضح الشهود ايضا امام المشهود امامه، بده يدي قضيتين اتنين، يضحك حجتهم ويفضح مين؟ ويفضح الشهود. فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا. والى لقاء اخر ان شاء الله.